لا تفرض نفسك على العابرين، قل وداعا عندما تشعر أن المكان لم يعد مكانك. واعلم جيدا أن بقاء البشر ورحيلهم مرتبط برغباتهم وليس بما تقدمه لهم، فمنهم من يبقى حتى لو قل عطاؤك، ومنهم من يرحل بالرغم من تفانيك. لا تكن عاديا أو احتياطيا ولا خيارا أسفل القائمة، فأنت المؤلف لقصة حياتك.